هذا الكتاب أنه كتاب عزيز، ومن عزته أن معانيه الطيبة وما فيه من الكنوز والمعارف لا تنفتح ولا تدخل في القلوب المعرضة عنه. فهذا من عزة القرآن أن معانيه لا تدخل في قلوب قد أعرضت عنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يقول: فكذلك إذا كانت القلوب تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. فإذا كانت القلوب أيها الإخوان مشغولة باللهو واللهو والعبث فأنى لها أن تفقه معاني القرآن.